السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نخدموا لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في الروايه ديالنا كون ديد اول اوبتيميزم. بطبيعه الحال ماشي ديال القصه كامله، ما غادي نجزء ديك القصه على حساب لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في كل فصل على حده. في هذا لا فيديو فقط غادي نخدموا على لو شابيترو 1 2 اي 3، غادي نخدموا على هاد ثلاثه ديال الفصول، غادي نشوفوا اشنا هما لي فيغور دو ستيل اللي كاينين فيهم وبيان سور اللي مهمين وي ممكن انهم يتحطوا لنا في الامتحان الجهوي. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله. قبل ما نبدا، دائما الناس اللي باقا ما عارفاش اشنا هما لي فيغور دو ستيل، اشنا هما الاساليب المجازيه، بلا ما تفرج في هاد لا فيديو تمشي تضبط القواعد الاساسيه ديال هاد لي فيغور دو ستيل. انا شارحها اون ديتاي بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسلسه، يعني واخا ما تكونش قاريش نهائيا شحال من عام غادي تسهل عليك انك تفهم لي فيغور دو ستيل وغادي تضبط الاغلبيه ديالهم. يعني الناس اللي منقطعه بزاف على الدراسه تفرج في الفيديوهات اللي درت ديال لي فيغور دو ستيل وغادي تفهم، وعاده تبدا معايا هاد السلسله ديال الاساليب المجازيه اللي خاصه بالفصول. نبداو على بركه الله باول جمله: Tout agitée, toute pensive, toute remplie de désir d'être savante. هنا اللي لاحظتوا معايا بلا ما نشرح الكلمه، الكلمات هنا عندي تو توت توت كتعاود فين؟ في البديه. هنا الجمله الاولى كاينه هذه في البديه، الجمله الثانيه هذه حتى هي كاينه في البديه، والجمله الثالثه لا فراز نيميرو 3 ثاني كاينه التوت في البديه، يعني كاينه في الراس ديال كل جمله. الاسلوب المجازي اللي كاين في هاد لا فراز هو لانافور، هذا ساهل بزاف. شنو هو لانافور؟ هي كلمه او واحد المجموعه تاع الكلمات اللي كتعاود في الراس ديال الجمله، يعني ضروري تكون في الاول ديال كل جمله. هنا الجمله الاولى عندي تو فاصله، الجمله الثانيه توت فاصلة، الجملة الثالثة توت، يعني كتكون في الأول، ما خاصش المكان ديالها يتبدل. هاد لا فيغور دو ستيل كنسميوه لانافور. لا فراز نيميرو 2 سو ميور دي موند بوسيبل، زعما هاد أحسن العوالم الممكنة، ما كاينش شي عالم أحسن من عالم، يعني كل واحد كيبان ليه بلي هاد العالم هو أفضل عالم، وني إلا مشينا عند واحد آخر تاني غيكون الإختلاف، يعني كل واحد كيشوف الحاجة من وجهة النظر ديالو كيعتبرها هي زوينة. هنا كتكون عندنا مبالغة، هنا لو ميور دي موند بوسيبل عندنا المبالغة، والمبالغة هي ليبربول، لي وليبربول راه بإكراك ماشي بإي، بإكراك ماشي بإي. لا فراز نيميرو 3 Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Le précepteur Pangloss, داك الأستاذ ديال الفلسفة أنغلوس كيتعتبر هو داك الأوراكل، هو داك العراف ديال الدار. هنا لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هو الميتافور، يعني تقارن داك الأستاذ بالعراف، واني ما عندنا حتى شي أداة ديال المقارنة. يعني هنا عندنا بونغلوس اللي هو الأستاذ ديال الفلسفة تقارن لينا مع لوغاكل مع العراف، وليني ما عندنا حتى شي اوتي دو كومباريزون، ملي ما كتكونش عندنا اداه ديال المقارنه وكيكون عندنا التشبيه. لا فيغور دو ستيل هو الميتافور، كنديرو هنا ميتافور. لا فراز نيميرو 4 لو بلو بو اي لو بلو اغريابل دي شاتو بوسيبل، يعني داك القصر الجميل واحسن قصر كاين. تاني هنا عندنا المبالغه، كون ديد كي ترومبلي كوم ان فيلوزوف، كون ديد لي برك كي ترعد بحال شي فيلسوف. هنا تقارن لنا كون ديد بالفيلسوف، وعندنا لوتي دو كومباريزون هي كوم، اذا هنا عندنا كومباريزون. غادي نكتبوها لا فراز نيميرو 6 اوت ان كولور فريش غراس ابيتيسونت. هنا كنوصفو في كينغون وقلنا الصفات ديالها زعما زوينه وجميله وساحره، يعني لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا هو لي نيميراسيون، كنديرو التعداد ديال واحد المصطلحات اللي كدور في نفس الحقل الدلالي ديال الجمال ديال كينغون. لا فراز نيميرو 7 سي لو بلو شارمون دي روا، يعني هو احسن ولا اجمل الملوك. تاني هنا عندنا المبالغه، غادي نديرو ايبربول. اي تو فو كونسترني دون لو بلو بو اي لو بلو اغريابل دي شاتو بوسيبل. هنا تاني لاحظتو كاين اغريابل
هاد الكلمه ديال اغريابل يعني شي حاجه اللي زوينه جذابه. وهنا عندنا كونستيرني شي حاجه اللي مروعه. اغريابل ضد ديال كونستيرني. كونستيرني كتعني شي حاجه اللي هي مروعه، وهنايا عندنا اغريابل شي حاجه اللي جذابه. جوج تاع الكلمات مضادين في نفس الجمله بعيد على بعضياتهم، يعني فارقهم شي حاجه. لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. لونتيتيز هما جوج ديال الكلمات عندهم معنى معاكس كاينين في نفس الجمله كتكون فارقهم شي حاجه. لا فراز نيميرو 9 لانجور دو طون يعني شتيمه الزمن. هنا ثاني الزمن ما عندوش شتيمه، يعني الصفه خديناها ولصقناها في الزمان. هنايا عندنا البيرسونيفيكاسيون. بوشري ايغويك مجزره بطوليه، ثاني هنايا المجزره ضد شي حاجه سميتها بطوليه. جوج ديال الكلمات اللي هما مضادين حدا بعضياتهم ما فارقهم والو. لا فيغور دو ستيل هو لوكسيمور. لوكسيمور بحال لونتيتيز، غير لوكسيمور الكلمه والضد ديالها حدا بعضياتهم مجاورات ما فارقهم والو، ولونتيتيز كتكون فارقهم شي حاجه. لا فراز نيميرو 11 ال لوي بري اينوسمون لا ما لو جون اوم بيزا اينوسمون لا ما دو لا جون دموزيل. هنا تاني عندنا واحد الكلمه كتبقى كتعاود بينا. هنا عندنا اينوسمون لا ما، وثاني هنا اينوسمون لا ما. ونلاحظوا معايا هنا ماشي البدايه تاع الجمله، هنا كاينه في الوسط وهنا كاينه في الوسط. المهم كتعاود فقط، ما كتحتارمش البدايه تاع الجمله باش غنقولوا انا فوغ. انا فوغ خاصها هذه تكون في الاول، مادام هي في الوسط وكل مره في بلاصه. لا فيغور دو ستيل هو الريبيتيسيون. الريبيتيسيون تكرار. لا فراز نيميرو 12 le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. يعني احسن فيلسوف كاين في ديك الجهه وفي العالم او في الكره الارضيه كامله. ثاني مبالغه، داك بونغلوس راه ماشي هو الفيلسوف الواعر فقط، حيت هو اللي كبروا عليه الدو كيصحابوه هو الفيلسوف الواعر في العالم كامل. هنا ثاني عندنا المبالغه كيشكروا فيه بزاف، غادي نكتبوا هيبربول. ليبربول. لا فراز نيميرو 13 لا ميور دي بارون بوسيبل، تاني ديك لا بارون اللي قلنا كتوزن 150 كيلو كيحتارموها فقط حيت هي غليظه. هنا تاني قالك هي احسن بارونه كاينه، تاني هنا عندنا المبالغه كاين محسن منها. هنا عندنا لي بيربول. لا فراز نيميرو 14 لابوي لو سوتيان لو ديفونسور لو هيرو دي بولغار. انا حاولت نوع لكم في لي فيغور دو ستيل، مابغيتش نبقى نجبد لكم غير ريبيتيسيون ريبيتيسيون انا فور ريبيتيسيون انا فور. حاولت نوع في هاد الاساليب المجازيه باش في نفس الوقت نراجعوا ونضبطوا المسائل اللي مهمه. قلنا هنا عندنا لابوي لو سوتيان لو ديفونسور لو هيرو دي بولغار، يعني هنا عندنا السند، عندنا الدعم، عندنا الدعامة، وعندنا البطل ديال لي بولغار، البطل ديال البلغاريين. إذا لاحظتوا هنا غاديين بالتدرج، قلنا السند، الدعم، الدعامة، والبطل ديال البلغاريين. يعني هنا غاديين بالترتيب. لا فيغور دو ستيل هو لغراداسيون، تمشينا بالترتيب. كنتمنى ان هاد لي فيغور دو ستيل هادو تكونوا فهمتوا على الاقل الاغلبيه ديالهم. حاولت اني نوع لكم لو ماكسيموم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.